قناة حرفة المستقبل، قناة تنظم دورة تكوينية مجانية في جميع أنواع أرضيات الإيبوكسي بأنواعه، شروحات عن تركيب الأسقف المعلقة والمشدودة وتركيب جدران ثلاثية الأبعاد. راهي نخدمو الصابي 614 بريباراسيون زيدنا بقى نعاودها، هذا دريم وريفلكس السما يبقى يبان فيها وحتى سلها شوية سطاع جي 300 بارفق كولورتك حيوية الصباح النشاط. خلطهم مليح صب في بيدون، قلب ديما في بيدون هذا وتكلوا على ربي. ما هذه راهي صابلي 614 قاعد نفرش فيها الصابلي يكون ما تكونش مرشاش وما يكونش مرتين أصبحت لي الفيديو نبي بعد ما خرجناها ها قاعدين نكريو في الموتيف. الموتيف ماكش معلق بالموتيف، هذا الموتيف اللي يعجبك خدمه وكريه من دماغك انت. قلت لهم لا درك الشتاء هذه سردت بزاف، راح نخدم الشتاء هذه نلم بها الصابر. شوف الصابر اللي هنا كان فرقت، شوف كيف يتلم. ها زومي لما هي هي فيها شويه تام اللي ما يقلقش، بس تخرج لك نتيجه باهيه واللي يقلق منها ربي معاه. بلاصة زايدة مقصلها بلاصة ناقصة زيد لها وهكذا وشي ولا لازمك تخدم شغل متر متر ونص ماكسيموم. كيما اليوم راهو بات الحال رانا في الزيرو كاط والله نخدمو بالفرن. هذه هي النتيجة النهائية من هكا نزيدو نكملو نهبطو هذه كيما هذه هكا فيها واحد المتر ونص نخدموها ونديرو لها الموتيف. كي يخلص البانو ان شاء الله نعطيكم النتيجة النهائية. سلام. ها البانو تاعنا جماعة كي خلصناه عاوزين نخرج بالتوفيق.